American International School of Algiers. Thank you very much. بدأت كفكرة خلال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي في أبريل 2014 بالجزائر العاصمة. المدرسة الدولية الأمريكية بالجزائر تفتح أبوابها ابتداء من شهر أوت القادم، وجاءت نتاجا لعقد وقع بواشنطن من طرف سفير الجزائر مجيد مقرة وآن باترسون مساعدة أمين الولايات المتحدة للشرق الأوسط. المدرسة الدولية الأمريكية بالجزائر ستقدم تعليما باللغة الإنجليزية طبقا للنظام التربوي الأمريكي. وسيفتح هذا المشروع آفاقا جديدة في العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال التربية، نظرا لما تسخر به أمريكا في مجال التكوين العلمي والتكنولوجي والذي بإمكان الجزائر الاستفادة منه، خاصة بعدما ذكره سفير الجزائر مجيد بوغرة في واشنطن أنه قد حان الوقت للجزائر أن تنفتح نحو تجارب جديدة.